طيب انا ابدا يعني كل دي مقدمه للموضوع. المشكله الاساسيه انا عايز اعرف تقريبا يعني اعداد الصم والبكم في مصر قد ايه؟ أنا لما يكون مم أنا عشرين اثنين واحد آسف واحد 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 ثم مئتين عبد برامو بمش عبد برامو يعني بقول لك حدود 5 مليون 6 مليون ثم أبو بس الأغلبية كلها في القاهرة، القاهرة الكبرى عامة. المحافظات والمحافظات بقى في محافظات اسكندرية بقول لك مليون، بيت المحافظات من نص المليون. مبسوطين؟ مخنوقين مخنوقين جدا جدا جدا، بيصلوا ويدعوا ربنا ان يفك القرب اللي فيه. هو بيقول لا ما في ما في بيقول له هو عن نفسه مخنوق وزعلان عشان هو مثلا بيشتغل، هو زعلان ثلاث ارباع الفرص مش شغالين ومخنوق جدا، بيجيب اكل عياله بالعافيه ومش لاقي فلوس اكل بيها عياله، وفي حقوق كتيره جدا ضايعه مش في مصر هنا غير بره خالص. طيب بيقول جماعة الخرس احنا مثلا جماعة بنتكلم بنقف نتكلم مشكلة كم كده، انما هو مش عارف يشكي لمين، كل ما يجي يتكلم يقول له اسكت اسكت، لا احنا بنتكلم في واحد اخر جاي بيتكلم في حاجة اسكت اسكت، فاحنا ما لناش غير ربنا بس نصلي ونشتكي له. جميل. انا اعرف ان انتوا سافرتوا بره مصر عشان تشوفوا ايه حقوق الصم والبكم خارج مصر، ايه اللي شفتوه بره كويس تتمنوا تحقيقه في مصر ليكم؟ انا عايز بدقه يعني. انا سافر دولة تركيا يتفسح هما الاثنين، فعايزين يشوفوا الخرس اللي هناك برضه بيتعاملوا ازاي، والحكومة بتعاملهم ازاي، والشعب بيتعامل معاهم ازاي، لهم بيتعاملوا معاملة كويسة جدا، وكل حاجة هناك ليهم خصم بيوصل ل 50% وساعات بيوصل لأكتر، وفي دعم من الحكومة ما بيشتغلش دعم البطالة. 50% من نسبة التوظيف؟ 50% بمعنى الحاجات اللي مثلا المستشفيات، ركوب عربيات، شيري لبس، يخش سينما، يخش مسرح، تخفيض كده، نعمل لهم كارنيهات بياخد 50% لكل الحاجات اللي طبعا الايه الاعاقه بتاعتهم يعني. فهو نفسه يشوف مصر، حاجز مصر مفيش الكلام ده كله خالص، محدش بيعترف بيهم، واخد بالك؟ هو بيقول لك نفسيتي مضايقه قوي لما رحت هناك كنت مبسوط، لما جيت هنا وشفت حال الخرس وكده متضايق جدا.
حتى بيقول لك الخرس هناك حتى بتوع الدول امريكا حركة العمليه بتاعت كده امريكا والدول الاوروبيه دي هم جماعه الخرس ذات نفسهم بيحبوا بعض جدا. حتى هم بينهم بعضهم ليه الحكومه بتاعت موفره لهم صوب الحب لبعضهم، بيتقابلوا كل يوم خميس مثلا يوم جمعه بيتقابلوا مع بعض بيزوروا بعض في عاملين لهم اختلاط ولازم يتقابلوا مع بعض يحبوا بعض والاسر بتاعتهم تتجمع كلها مع بعض. هنا في مصر مفيش الحب ده، مفيش انديه تجمعهم، مفيش ايون، فمفيش حب بينهم بعضهم، مفيش الحكومه مش مقربه من بعض، فهم في صعب قوي ان هم يعني مفيش نشاط اجتماعي او نادي هم بيتقابلوا فيه كلهم بالظبط. يعني المليون اللي في اسكندريه دول مفيش نادي ليهم؟ لا او مكان طب يعني يتقابلوا ازاي؟ مفيش. واللي هنا في القاهره شويه يعني بيلعبوا كره مع بعضهم شويه بس فيش شويه بس مع بعضهم مثلا بيلعبوا كره بس لما زيارات عليه المفروض الحكومه تديهم 5% في كل حاجه، حتى 5% في النوادي مش مديهم، فمفيش خالص يعني دول بس يعني لو في هم بعدين كده 5-6 كوره مع بعض بس مفيش نشاط كبير وكلهم مجتمع كلهم مع بعض. مصر مش محتاجين لهم خالص. نفس الكلام اللي قلت عليه ان هم هنا بيجي يروح الاهرام عايز يسافر ويجيب الاهرام تجيب له تذكره يتفسح مثلا بيروح كده او حتى حج او عمره يطلع المدير عندنا في الشغل يقول له عايز تذكره مثلا تخفيض شويه النص عشان انا عندي الخرس وكده بيقول له لا زيك زي اي واحد وامشي بقى يعني امشي ما يعني صدقني. نفس الكلام ده بينطبق على اي حد بيشتغل برضو من السم والبوق في جهات الدوله الاخرى كل الخرس في مصر كلها الهرم بس اللي يعني بتعملهم كويس وجاي منهم نسبة كبيرة انه بره مفيش بره الهرم يعني مفيش كلام ده. ناس كتير بقول لك لا مش عايزين خرس خالص انما في الهرم عشان في نسبة 5% فانا جاي منهم حوالي 20 واحد. طب انت ازاي بتقول كده وهو لسه اشرف كان بيقول المدير بتاعه يعني بيضايقه لما يجي يقول له لا دي انا ما قلتش ما فيش غلط في الكلام. بره 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 الهرم ما بيشغلوش الخرس كتير يعني ممكن لو واحد في الشركه او اثنين احنا عندنا في الهرم جايبه نسبه منهم كتير يعني ناس جايبه نسبه من الخرس كتير كده المونيا كده النجاره كده التصوير الشغل بتاعهم يعني جايبين في جميع الاقسام كلها الحرفيه كلها جايبين منها الخرس.